إلى سلك وإمنة. يوم السبت مش مفروض يكون في عجقة إلا بسبب طرمبات البنزين اللي عم بتحول الأوتوستراد لباركينج شبه كامل، خاصة بأيام الأسبوع وخاصة بالنهار. كله هيدا الزحمة بعدها كل يوم عن يوم عم بتزداد الطوابير، مع ارتفاع الحديث عن رفع الدعم، وأنه نحن أمام أيام قليلة قبل رفع الدعم بشكل كامل، لأنه واضح أنه ما رح نهدي لنهاية شهر أيلول. كيف الحركة على الطرقات؟ منشوف من غرفة التحكم المروري مع المعاون أول سعيد الحاج. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور، يعطيك العافية. تفضل. بالنسبة لحركة سير إجمالا يوم السبت، عم تكون حركة سير خفيفة، يمكن كان على المدخل الشمالي على أوتوستراد جوني باتجاه نحن الوكال. الحقيقة إنه ما في محطات محطات بعدها يعني مقفلة حتى الساعة. أيضا المدخل الجنوبي عم تكون حركة سير خفيفة جدا باتجاه أوتوستراد المطار وصولا حتى نفق سليم إسلام. كذلك المدخل الشرقي عم تكون حركة سير خفيفة بالإجمال. ضمن مدينة بيروت ما زالت حركة سير خفيفة جدا أيضا. هذا بالنسبة لحركة السير. اما بالنسبه للحوادث خلال 24 ساعه الماضيه، كانت كانوا 8 حوادث، الاساس نبرز عنهم قتيل و11 جريح. فذلك بالنسبه لمخالفات سرعه الرادار، كانت النتيجه خلال 24 ساعه الماضيه 586 مخالفه سرعه زائده. اجمالا هيدا كل شيء حتى الساعه. نحذر العالم اكيد من الطرقات وتصحيح على الطرقات هلا، لانه مع اول الامطار ببدايه شهر ايلول يعني عم بتكون خطره الطرقات. اكيد اكيد.